خواجه بيشو في الفترة الأولى في ولايته الأولى مع الزمالك كانت من 10 أكتوبر 2014 ل 31 ديسمبر 2014، هو قال لك من خلال خبرتي في مصر الدوري بتاع الزمالك بخمسة أهلي. لا والله. لعب 12 مباراة، فاز في 9، تعادل ماتشين، خسر واحدة، سجل معاه الزمالك 19 جول واستقبل 7 وملياش دعوة بظروف هروبه ولا إنه فضل قاعد بدون شغل ويرجع تاني، ده أمر يخصه. لكن عايز أقول له يا اللي ما شفتش ظلم في عمرك، يا اللي ما اتجاملتش خالص، يا اللي ما شفتش اي حاجه بتتحسب الا للاهلي، بخبرتك الكبيره فكر يا خواجه بيشو، افتكر انك في الاسبوع الرابع الزمالك لعب مع الداخليه، جهاد جريشه تجاهل ضربه جزاء صحيحه للداخليه والزمالك خرج بتعادل سلبي. محدش اتكلم وانت اللي كنت موجود، ما اتجاملتش. رجعت في الاسبوع ال 12 كنت بتلعب مع مصر المقاصه، احتسب الحكم ضربه جزاء غير صحيحه بالمره وهدف من تسلل سجله وقتها مؤمن زكريا، اللعبتين قبل احراج المقاصه الهدف الاول وفاز الزمالك 3-1. يعني الزمالك كسب معاك يا خواجه بيشو 3 نقط اوانطه، يا اللي ما شفتش مجامله في عمرك. الاهلي في نفس الفتره بقى اللي سيادتك لسه فاكرها، الاسبوع الرابع كان بيلعب الاسيوطي، شريف رشوان الحكم طنش ضربه جزاء صحيحه للاهلي، الكل اجمع عليها وقتها في استوديوهات التحليل والغى هدف صحيح للاهلي والاهلي تعادل 0-0. ادي نقطه على فكره، الاسبوع الرابع شاهد ظلم المصري مقصه امام الزمالك، شاهد ظلم للاهلي امام الاسيوطي، كان اسمه الاسيوطي بالظبط. يعني ادي 4 نقاط في اسبوع خدته. الاسبوع الخامس كرة عالية في منطقة جزاء الإسماعيلي، مدافع الإسماعيلي لمسها، قمة القمة بقى دي، سقطت قدام تريزيجيه سجلها كابتن جهاد جريشة، فاجئ الجميع باحتسابها لمسة يد على عمرو جمال لاعب الأهلي. الماتش انتهى 0-0 وانت اتفرجت يا خواجه بيشو. أصلها كانت ضربة جزاء على الإسماعيلي، يعني لمسة اليد كانت على لاعب الإسماعيلي مش على لاعب الأهلي. فتخيل انت ليك ضربة جزاء ما يحتسبهاش تجيبها جون، لانها سقطت لعيب النادي الاهلي ويلغي الجون وما احتسبلكش ضربه جزاء، احتسب خطا عليك وهمي. كان هذا الخطا المركب اضاع نقطتين تانيين للنادي الاهلي، يعني انت خدت 4 نقاط والاهلي فقد 4 نقاط يا خواجه. هي دي التجربه اللي انت بتقول الاهلي اتجامل فيها، ارجع بس. هو نسي، هو دلوقتي بيقول الكلام اللي الناس عايزه تسمعه. وليه؟ ايوه سامع همهمه. سامع همهمه، واللي سأله سامع همهمه. عايز اقول لك على حاجه، لان برضو حته الرضع دي مهمه جدا والله. انا مش فاهم بس انت ليه، ايه حكايه الرضع دي؟ هاجي لها بعدين، بس عايز اقول لك انه يا خواجه اللي الفار عمله معاك السنه دي في التجربه الثانيه بتاعتك او للموسم كله مع الاهلي ومع الزمالك، اخترنا نكرر ونعيد ونزيد، والتكرار يعلم الشطار يا خواجه بيشو.